وكلام من ده. بعديها اتحاد الكره قال مقترح كده في بيان مقتضب ليه، مش مقتضب هو بيان، كان في الحقيقه بيان طويل شويه اتكلم فيه اتحاد الكره على منتخب مصر، وان هو بيحاول ان هو يساعد المنتخب في فتره الاعداد بتاعته وتجهيزه، كلنا بنساعد منتخب مصر في هذه الجزئيه في الحقيقه. لكن في الاخر قال ايه؟ اخر ثلاث سطور تقريبا او اربع سطور بالظبط في البيان الطويل ده، قال ان احنا هندرس مقترح مع الانديه المعنيه بامكانيه انتهاء بطوله الدوري قبل بطوله الامم الافريقيه في حاله عدم الاستعانه باللاعبين الدوليين مع الانديه المعنيه. الكلام ده كان امتى؟ اول امبارح. طيب امبارح اتحاد الكوره نزل بيان قال لك المواعيد زي ما هي، ولظروف الموسم والاستثناءات وان هو موسم استثنائي ومش عارف ايه، خلاص مواعيد الدوري زي ما هي وكل واحد هيلعب طبقا للدوري الموضوع اخيرا من الاتحاد المصري لكره القدم. وقال ان هيكون في جدول نهائي هيتم الاعلان عنه النهارده، اعتقد لحد دلوقتي مفيش اي جدول، يعني انا لغايه شويه انا وفريق الاعداد وزمايلي في الاعداد كنا بنحاول ندور على اي جديد من اتحاد الكوره ما لقيناش يعني على الموقع الرسمي او اي حاجه. لكن اتحاد الكره قال ان خلاص الموضوع هيمشي زي ما هو، وبعد لغايه بعد بطوله الامم الافريقيه وشهر 8 بطوله الدوري هتنتهي، وهيبتدي موسم جديد كمان في شهر 8 او اخر 8 كمان بالتحديد يعني ان لم يكن بعد كده. وحتى ما كلفش نفسه ان هو يسال الانديه المعنيه اللي هو ذكرهم في البيان بتاعه بموافقتهم من عدمها لخوض المباريات بدون الدوليين. انت عندك ست فرق من الدوري المصري هم اللي عندهم لاعبين دوليين، اهلي، زمالك، بيراميدز، مقاولين، سموحه، وفي فريق اخر مش متذكره يعني. هم الست فرق دول اللي ممكن يقولوا لك اوكي نلعب من غير الدوليين، وممكن يقولوا لك لا مش هنلعب من غير الدوليين، وممكن بعضهم يوافق وبعضهم لا، ساعتها المفروض يتاخد براي الاغلبيه يعني. لكن المهم، هل انت اصلا سالت الفرق دي؟ هل انت اتكلمت او كلفت نفسك انك تكلم المسؤولين في الانديه دي او تخاطبهم رسميا؟ لان لازم الخطابات تكون رسميه. هل انت خاطبتهم عشان تعرف هل هم موافقين يلعبوا بالدوليين او من غير الدوليين؟ ده ما حصلش، ده قرار تاني يوم يعني. انت النهارده نزلت بيان قلت انا ايه؟ هندرس مقترح ان احنا نلعب من غير الدوليين، تاني يوم نزلت بيان على طول قال لا المباريات في مواعيدها. طب انت ما سالتش الناس ليه؟ ما تشوف الناس يمكن يوافقوا ونخلص من الموسم مش عايز يخلص ده. طب الموسم ده هيخلص امتى؟ هيخلص في شهر 8؟ طيب